الإضاءة قصة. كل بنات سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء أموركم تمام؟ اليوم فيديو جديد، روتين جديد، روتين سكين كير بالأخص. يعني غنديرو اليوم عناية شوية بالوجه، غندير واحد البينينغ بالكوفي. هو منو بينينغ؟ منو كيحيد لك رؤوس السوداء، رؤوس البيضاء، كيحيد لك الشعيرات اللي عندك في الوجه، وفي نفس الوقت أنتي أوكسيدون لأنه فيه قهوة. طبعا القهوة غنية على التعريف، فغنستعمل هاد القهوة مع ماسك جيلاتين باش يجينا بيلينغ اللي نقدو نزولوه بطريقة سهلة وبسيطة تكون جدا ما فيهاش يعني مشاكل. سو اول حاجة خصني نجمع شعري مزيان 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 باش ما نجروش شعرنا معاه، وندوز نوريكم الوصفة شنو غنستعملو فيها شنو غنصايبو فيها ونطبقو مع بعضياتنا. يلا خليكم معايا. بالنسبه للماسك شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو شويه جيلاتين، تقريبا واحد المعلقه صغيره هكذا ديال الجيلاتين حيت هي اللي غتدير لنا الماسك. غنحتاجو طبعا كوفي اولا قهوه سريعه الذوبان. اوكي، استعملوا قهوه سريعه الذوبان. صراحه انا كنت باغا ندير هادي وغندير شويه من ديك القهوه الاخرى. يفضل يعني ديروا قهوه سريعه الذوبان، انما انا بغيت هادي كتكون هي قويه. وغندير منها شويه هكذا. اوكي، هذا الماسك هذا غنعطيه لكم ان شاء الله اللي غيكون بينينغ، اللي غيحيد لنا الحبوب، غيحيد لنا، يدير لنا توحيد لون، غيدير لنا بزاف المسائل، وغنعطيكم ديال الكولاجين، غنعطيكم فيه بزاف الحاجات. فهاد الوصفه هذه غنعتمدوها بعده طرق، غيكون ديما فيها جيلاتين، انما مره غنديروها باش نحيدوا الرؤوس السوداء ولا الرؤوس البيضاء ولا دوك اللي غير اللي كيكونوا رقاق، لان القهوه كتحيد هذا الشيء. ومره غنديروها بالكولاجين، مره غنديروها بالشاي الاخضر، كل مره غنديرها لكم بطريقه. الكولاجين طبعا حتى هو كيحيد لنا غيد، وهاد الوصفه هادي راه كتحيد حتى جات واحد اللون. هنا كيف شفتوا خديت واحد عصير شويه برتقال، برتقال ليمون زعما، يا ربي الله. هذا قولوا لي حامض. هنا غندير واحد شويه زيت الكوكونات، علاش؟ باش يجينا سهل فاش نبغيو نزولوا هذا الماسك. هذا يجينا سهل اننا نحيدوه. البنات راكم عارفين لان فيه جيلاتين. وهنا غنحتاجوا حليب اللي يكون دافي شويه سخون باش يذوب لينا الجيلاتين باش نقدروا نصايبوا هذا الماسك. ممكن انكم ديروا هذه الخلطه وديروها في الميكرووند واحد شويه تسخن اوبس عاد اجي حبيبتي ديروها شويه في الميكرووند. انا كنفضل نسخن الحليب وندوبها بهذه الطريقه، هذه كتجيني سهله احسن من انه يتحرق ليا بزاف في الميكرووند وفاش نجي نحطو في وجهي نلقاه بدا بدا ما عرفتش كيفاش نقول لكم، بدا كيتحجر، بدا كينشف بالزربه. راكم عارفين الجيلاتين كيبغي ديريه تخلطيه في البلاصه تستعمليه الحليب، ما يكونش سخون بزاف البنات، يكون غير شويه باش ما تحرقوش وشكم. سو غنزيد مازال هنا شويه الحليب غير درتو سخون حيت قبيله سخنته ودابا حسيت ببرد، خاص الجيلاتين شويه يدوب ليا. وانا في نفس الوقت كما قلت لكم تاكدوا ان الحليب ما يكونش سخون بزاف، يعني داك الماسك يكون شويه برد، عاد ديروه على وجهكم باش ما تحرقوش وجهكم. كنعاود ناكد فوالا صافي، سهل جدا جدا. نمشيو دابا باش نابليكيو على البشره ديالنا. انا ما عرفتش علاش لابسه تريكو بيض اليوم، فضيحتي فضيحه. فوالا تاكدوا ان ديك القهوه كلها دابت عندنا، العناصر كلها اندمجت مع بعض، وهنا ما سخنش بزاف يتسك مزيان. هنا البنات ممكن تضيفوا شويه العسل الا بغيتوا، البشره ديالكم كتحسس من العسل ما يضيفوش، انا غنضيف شويه. اوكي، غير شويه هكذا فوالا. انا عاود سخنت هذا الشيء شويه البنات، جاني بارد والجيلاتين خاصها تكون دايبه مزيان. صافي ندوز دابا نمشي نديرو معكم باش تعرفوا ان الجيلاتين دابت. شتو قبيله كانت بقات كنحس بها حبيبات شويه، دابا ملي ذوبتها درتها في الميكرووند الصراحه غامرت لان خاصها تذوب، الحليب ما كانش سخون بزاف، حسيت بها بقات متكتله. دابا هكا مزيان، غيجيني سهل انني نديرو على وجهي، نفردو على وجهي، وباش يجينا سهل حتى فاش نبغيو نزولوه ما يكونش ثقيل، ما يكونش القوام ديالو كثيف وما يبغيش يتحيد. دابا غنجي نابليكي على وجهي. كما قلت لكم حاولوا تاكدوا انكم تقيسوا بيديكم تشوفوا واش سخون ولا لا باش ما تحرقوش الوجه ديالكم. اوكي، ونبدا سكي مزيان بهذه الطريقه. طبعا هاد الماسك البنات كما قلت لكم راه كيحيد لنا حتى دوك الشعيرات اولا ديك الزغيبات الرقاق اللي تكونوا عندنا في الوجه.
والنوم وغدي منه كيدير لنا توحيد اللون بزاف الحاجات. اوبس نو واي. حاجه اخرى مهمه البنات، اللي خفتوا انكم تقيسوا حجبانكم ولا شفرانكم كما انا درت دابا وكنت غندير الفطيحه، دهنوهم شويه فازلين او لا كوكونات اويل باش تلا تقاسو ما يوقع والو. الله يستر جري شفرانك جري حجبانك. ويفضل تشدلو اصلا في الحمام. اوكي طبعا كنخليو الماسك حتى كينشف مزيان واحد، المهم على 15 دقيقه حتى 30 دقيقه على حسب. نحاول باش ما نزكل حتى بلاصه. صافي بقات لي دابا جوج بيها. نو 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 هاني انا البنات هاد المنطقة هادي غادي نديرها هكذا بصبعي باش ما نقيسش فراني ما نقيس والو باش تحكم فيها مزيان. من هنا هاد لازون هادي فين تتكون عندنا دوك النقط السوداء اولا البيضاء، فحنا نكترو شوية باش نتخلصو من لي بوان نواغ و كلشي. هاكا مزيان صراحة مكاين احسن من بيتو. وهنا وطبعا في هاد المنطقة هي كيكونو عندنا دوك لي بوان فيضين لي متيبانوش البنات. وصافي غنخليه تنشف ونرجع نزولو معاكم ان شاء الله. اوكي هنا جات الشعر باش منها نحيدو حتى الشعيرات وداك النهار عدات بيني درت لنا تعصير. وصافي البنات ما تنساوش انكم تخليوها تجي نشف وصافي نرجعو بعد 15 حتى 30 كلها على حسب الجو واش غادي ينشف دغيا ولا لا، كياخذ معكم نيبان لكم تقدو تزولوه. اوكي ما تنساوش ما تلبسوش حاجه بيضه بحالي. انا فريمون جلخت حوايجي وديروها تجي في الحمام. اوكي يلا نتلاقاو بعد ما ينشف الماسك باش نزولو معكم. البنات انا درتو على الكاميرا ديال التليفون تخيلوا، معلم مشكلة أنا وقفت نخدم على الكاميرا ديال التليفون. بعد كنحس بيه شوية نشف غنجي نحاول نبدا نزول فيه، وخا راه باقي شوية كيتلصق حيت بقيت كنعاود طبقات وطبقات. فوالا نحاول غير بشوية نبدا من الأسفل وأنا كنشد تنزولو كامل. المهم البنات نزلت الحمام لان خاصني نجي الحمام. المهم البنات راكم كتعرفوا كيفاش تسولوا، كتبقاو من الاسفل كتحاولوا غير تمسكوا بشي طرف شعري باش ما يديرش هذا. فضل جمعوا شعركم وديروا شي بانطو.
صافي. وصافي البنات، في حالة ما اذا قصتوا حجبانكم، قصتوا شي بلاصه فيها الشعر وخفتوا انه يطيح، ديروا شويه، خليوا ديك البلاصه ما تقيسوهاش وغسلوها بالماء وصافي. البنات عرفتوا خطير، وعاد كتحسي بواحد الاكله في وجهك، عرفتوا هنايا شحال رطب، ولكن ملي كنت كنحيدها عرفتي حسيت لابو بحال شي سيربون كيتقشر هكداك. صافي البنات، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم، الروتين اللي درنا اليوم. عرفتوا هنا فاش كتجيو تحيدوا، نصيحه اخرى، ديروا الطبق رقيق، كل ما كدير رقيقه كتحيد لكم دوك لي بوين، كتحسوا هكا كشعر كيتهز. البلاصه اللي كانت فيها الطبقه الغليظه شويه حسيت بيها، ماشي هزاتش ليا داكشي بحال البلاصه اللي فيها طبقه رقيقه، سورتو هاد البلايص. خفتوا على لي كونتور، هذا جهه ديال الكونتور دي زيو، خفتوا انكم ديروا شي زبده، ايفيتيو انكم توصلوا حتى لتما. صافي البنات، الله يبارك فيكم، نشوفكم في الفيديو الجاي. لا في اول باي.